قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عسرة أمة. قل يا ربي زدني علما، اقرأ وافهم خيرا تغلب، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغلب، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن، اقرأ واعلم فبذا تسلم، أول قول في القرآن، اقرأ وافهم فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة، واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة، كن من مهدك طالب علم، كن من مهدك طالب علم، واسأل دوما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات البرنامج الأسبوعي مدارسنا، والذي تستمعون إليه عبر الأثير المبارك أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس. مستمعين الكرام، ولأننا نسعى دوما لكل ما هو مميز وندعو للعمل والإيجابية دائما، ولأن أسمى ما نبغي هو أن نرى الإبداع في مدارسنا وفي مسيرة التعليم في بلادنا، فقد خصصنا حلقة اليوم من برنامج مدارسنا لتناول مشروع إبداعي مميز على مستوى الوطن، وهو مشروع أو برنامج إلهام فلسطين. طبعا نتمنى كما الحلقات السابقة تفاعلكم أعزائي المستمعين، فشاركونا همة الارتقاء بالواقع التعليمي في كافة مجالاته، وعرفونا بأفكاركم وإنجازاتكم وتجاربكم الإبداعية، وذلك بالاتصال على أرقام إذاعة القرآن الكريم من نابلس، وهي 0923311010، أو على جوال رقم 0599151010. بداية أرحب بالمحاضر الأكاديمي في جامعة فلسطين التقنية خضوري، الأستاذ أحمد عمار، المستشار التربوي لبرنامج إلهام فلسطين، وهو أيضا من المؤسسين للفكرة والبرنامج. السلام عليكم أستاذ أحمد عمار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحانا حياكم الله. الله يحييك يا رب. يعني جهد مبارك وبرنامج طيب جميل، لا شك أنه له أثر كبير جدا سنتحدث عنه، لكن في البداية ما هو مشروع، ما هو برنامج إلهام فلسطين، حتى يعرف من لا يعرف عن برنامج إلهام فلسطين؟ أخي عنان، اسمح لي بداية قبل التعريف ببرنامج إلهام فلسطين أن أشكر اهتمامك الشخصي أخي عنان واهتمام إذاعة القرآن الكريم بأن يكون جزء من برنامجها ومن برامجها برنامج تربوي، لأنه حقيقة الأمر أن تحسين جودة التعليم ونهوض بالتعليم في فلسطين لا يقف فقط على عاتق وكاهل وزارة التربية والتعليم والعاملين في هذا السلك، وإنما يجب أن يكون لكل الأطراف الأخرى ذات العلاقة دور ومسؤولية، وأهمها المؤسسة الإعلامية. فأشكركم كمؤسسة إعلامية تتحملون مسؤولياتكم تجاه التعليم في هذا الوطن وتحسين جودته. شكرا لك أخ حنان، وشكرا لإذاعة العفو. العفو أستاذ أحمد، الله يخليك. برنامج إلهام فلسطين، اسمح لي يعني أقول إنه هي مبادرة تربوية. نعم. مبادرة تربوية تسعى إلى تحسين البيئة التعليمية في مدارس فلسطين. هذا باختصار مشان يعني ما عقدش المستمع. نعم. ويفكر إنه يعني مبادر يعني بده يصنع الشيء من المستحيل أو بده يخصص يورانيوم. لا لا لا. نعم. المبادرة إنه كيف أنا بقدم جهد كمعلم أو كمرشد أو كمدير مدرسي أحسن في البيئة التعليمية، بحيث أنها تصير البيئة التعليمية بيئة جا
جاذبة للطالب وليس بيئة منثرة. الآن كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عبر محاور سأتحدث أنا وحضرتك فيها لاحقا. فالرؤية العامة لهذا البرنامج هو بيئة تربوية سوية لطفولة معافاة. بيئة تربوية سوية لطفولة معافاة. بدأت فكرة البرنامج حقيقة منذ وقت مبكر، يعني احنا الآن في 2015، هي بداية المداولات في الفكرة نفسها كانت في 2005. في 2008 كانت الدورة الأولى وبدأت الدورات على التوالي. الآن احنا وصلنا إلى الدورة السادسة في 2015-2016 هذا العام. انطلقت الدورة السادسة بحمد الله. بدايات الفكرة أنه صبنا في إلهام فلسطين أو في برنامج مثل برنامج إلهام فلسطين، بتعرف منذ أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية التعليم في عام 1994 وقع على كاهلها مش فقط أني أنا بدي أزيد المدارس وأزيد الصفوف وأزيد عدد المعلمين، هذا بنسميه التوسع الأفقي، لكن لابد أن يكون هناك أيضا توسع عمودي في نوعية التعليم وماهية التعليم وماهية الطالب الذي نريد. نحن لسنا فقط نريد أن نخرج أطفالا من المدارس غير مرتبطين بواقعهم وغير مرتبطين بالعالم وما يحدث في العالم. وزارة التربية والتعليم مشكورة، يعني قدمت العديد من الدورات بالمئات الدورات لتأهيل وتمكين المعلمين والمديرين والمرشدين وكل العاملين في التربية والتعليم، لكن الملاحظ كان بأنه هذه الدورات وهذه البرامج تنتهي بانتهاء التمويل. فجاءت الفكرة في إلهام فلسطين، طب يعني هو أنا علشان أطور أساليب التدريس لازم يجيني واحد ياباني أو فرنسي أو أمريكي؟ جميل جميل. طب في هناك في الوطن من يفوقون بأفكارهم وأفعالهم ومبادراتهم؟ كل هؤلاء الأجانب. ثانيا أنه أنا بحفزه وبقدره وبقوله أنه نحن هنا، يعني أنت مش لحالك. ثالثا أنه هذا المبادر اللي عمل إشي في الآي تي أو في الرياضيات أو في أساليب التدريس أو في الصحة يمكن أن يلهم ويعد الآخرين بحيث أن تصير عدوى إيجابية تشمل كل معلمين فلسطين. فكان من هون المنطلق أنه إحنا بدنا نعزز قدرات الناس اللي موجودين في المدارس وفي الميدان، وبدنا نمكنهم ونخليهم أكثر قدرة أكثر إقدام على تحسين البيئة التعليمية. حتى الطلاب أيضا راح تتفاجئ وأنا أحكي معك أنه قدموا مبادرات في تحسين وضعهم التعليمي كطلاب عن فئات طلاب، يعني لأنه الطالب شريك بقدرش أني أنا أستثني عن كل هذه الأزوار. فهذا الجو العام في النشأة على الفكرة، وهذه الفكرة برؤيتها العامة أخي أنا. إحنا بدنا نقول لحالنا ونقول للمعلم ونقول للعالم بأنه لدينا في الميدان من يستطيع أن يحسن البيئة التربوية والتعليمية ويأخذ بيده ويكون ناجحا. هذا الكلام من خلال مبادرات. وستحدث مع حضرتك كيف إحنا هاي المبادرات نعملها وكيف منقيمها وكيف نشرها وكيف بتصير هاي المبادرة مبادرة ملهمة للآخرين. وبالمناسبة يعني كما تفضلت أستاذ أحمد، بالنسبة لموقف الوزارة الداعم والذي يتمثل في الشريك لهذا البرنامج وربما الراعي أيضا، هما اليوم عمموا الدعوة إلى المشاركة في الدورة السادسة لإلهام فلسطين. صحيح. نعم. يعني وزارة التربية والتعليم يعني في فلسطين مثل باقي وزارات التربية والتعليم في كل العالم أضخم قطاع خدماتي موجود في الدولة اللي هو وزارة التربية والتعليم. والجميع في وزارة التربية والتعليم يعني بغض النظر آراء الآخرين، أنا بقول إنه هي منفتحة تجاه الأفكار الإيجابية سواء كانت محلية أو عالمية. بدليل أنا بدي أعطي من خلال إلهام فلسطين. من أول ما إلهام فلسطين، برنامج إلهام فلسطين، طرح الفكرة على وزارة التربية والتعليم، التربية والتعليم رحبت والتربية والتعليم سهلت والتربية والتعليم تعاملت بحيث أنه صارت جزء أساس في تنفيذ المبادرة. ما أساسا كل أفكار مبادرة التربية والتعليم، مبادرة إلهام فلسطين، هي أساسا في جمهور وفي جمهور التربية والتعليم. نعم صحيح. نعم. وتجلى ذلك أكثر ما تجلى في الدورة الخامسة وفي الدورة الخامسة. في الدورة الخامسة تم توقيع اتفاقية مع وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور أبو زهري، وأصبحت الوزارة وزارة التربية والتعليم شريكة، وهنا شريكة في التخطيط وشريكة في التنفيذ وشريكة في التقييم وشريكة في تحمل مسؤوليات أنه كيف بدنا ننهض
في التعليم من خلال مبادرة إلهام فلسطين. وأيضا تجددت هذه الشراكة في الدورة السادسة، فعلشان هيك أخي عنان أنت شفت التعميمات صادرة من وزارة التربية والتعليم والمتابعات من وزارة التربية والتعليم واللقاءات في الميدان أيضا ستداره من قبل وزارة التربية والتعليم وطواقمها كجزء من شراكتها مع إلهام فلسطين. نعم نعم. أستاذ أحمد، يعني ما هو المدى الحقيقي يعني والواقعي لخدمة هذا البرنامج لمسيرة التربية والتعليم في مدارسنا في هذا الوطن يعني بعد مرور 5 دورات؟ طيب يعني اسمح لي يعني أحكي بأريحية. تفضل. يعني أنت الآن الهواء لك كما يقال. أشكرك جزيلا وأشكر إذاعتكم. الله يحييك. في دراسة اسمها The Voice of Children اللي هو صوت الطلبة أو نعم. صوت الأطفال. هذه الدراسة تم تنفيذها في كل من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا في 4 دول عربية. وكانت من أعظم الدراسات اللي بتكون فيها مؤسسة التربية العالمية اللي هي المؤسسة التي تحتضن برنامج إلهام. طلع نتائج ومؤشرات الدراسة يعني في جزء منها إيجابي في جزء منها جدا خطيرة للوقوف عنده. ومن هون استندت إلهام فلسطين في البدايات إلى نتائج هذه الدراسة. يعني لا يعقل إنها تنزل لميدان مش عارف شو وضع هذا الميدان. صحيح. هذا الدراسة أخي عمان قالت بأنه الطالب ينظر إلى المعلم كشرطي وإلى المدير كضابط شرطة وإلى المدرسة كسجن وإلى وإلى وإلى. نعم. طيب كيف طالب بده يعيش في جو هو أساسا مش بيرتاح له، فكيف بده يتعلم؟ وأهم شيء في التعلم عند الطفل حتى طالب الجامعة. نعم. اللي هو البيئة التعليمية الآمنة. وأقصد بآمنة آمنة جسديا وآمنة نفسيا وآمنة عاطفيا وآمنة كل شيء. نعم. احنا بنطبع على مدارسنا انا وانت. نعم. الطالب ما بيخلص الامتحانات في نهايه العام الدراسي له ماسك الدفاتر ومزعه في الشارع والكتب راميهم في الشارع. صحيح. لماذا هذا النفور؟ هذا النفور لابد من انه واحد يجي يفكر ويقول مدارسنا بدرجه ما او بطريقه ما هي مش جاذبه كفايه لهؤلاء الاطفال. نعم. فاحنا في إلهام فلسطين او برنامج إلهام فلسطين يسعى انه تكون المدرسة بيت آخر للأطفال، وهذه المرتكز الأول من مرتكزات إلهام سأعددها لك. نعم. المرتكز الأول هو المدرسة بيت آخر للأطفال. نعم. وإيش يعني بيت آخر؟ بيت آخر الطفل يعني الدراسات اللي أجريت عليه أنه في معظم ساعات الصحوة له في فترة طفولته يعني حد سن 17-18 بيقضيها في المدرسة. مع معلمه مع القادر ومع المدير ومع المرشد ومع الطالب ومع النشاط ومع الفرقة الرياضية وفي المختبر وهم. فهذا انت تحكي عن حياة كاملة متكاملة. فإذا لم يكن هناك تناغم وقبول من هذا الطالب لهذه البيئة. نعم. بصيرش في هناك تعلم. علشان هيك أمرار انت بتكون حاطط أحلى كتاب وبتكون حاطط أفضل معلم لكن الطالب فيش نتائج للتعلم. نعم. نهائيا انت بتعطي تعليم بس ما في تعلم. نعم. يفترض انك تفحص المتغير الآخر. ما مقدار انجذاب الطالب للبيئة التعليمية في المدرسة. فإحنا جينا هون في مبادرة إلهام فلسطين شو قالت المبادرة؟ قالت كل جهد نعم. كل جهد أو كل عمل من شأنه أن يحدث فرق إيجابي في البيئة التربوية التعليمية إحنا بدنا نأخذه وبدنا نقول له هذا مبادرة. يعني في اي مجال من المجالات انا راح اذكر لك اياها من المحاور سواء في الصحه او في التعليم او في الاساليب او في الاي تي او باي شيء اخر. الان مين اللي بده يسعى لهذا الكلام؟ اهل مكه ادرى بشعبها. اكيد تماما واثبتت النظريه انه الاصلاح الذاتي الداخلي من الناس الذين يعايشون الشيء او يعايشون الحدث بيكون الجدوى والافكت والاثر تبعه اكثر واعظم. ليش؟ لأنه يمكن فكرة تكون رائعة جدا مطبقة في مدارس بريطانيا لكن في ظروف بريطانيا في جو بريطانيا في ثقافة بريطانيا. نعم. في قانون بريطانيا. لكن لما بيجيني واحد من مدرسة الصلاحية في نابلس أو في أي مدرسة أخرى بيقدم هو قدم في منظومة الثقافة اللي عايشها والقوانين هاي بتكون أثرها أعظم بالنسبة للطالب. علشان هيك نعم. نأخذ بإيد طالبنا ونأخذ بإيد أستاذنا وإيد مرشدنا يلا توكل على الله. أنت
اعمل مبادرة اللي تتحسن من هذا الوضع. فإذا المرتكز الأول هو المدرسة بيت الثاني للطفل. أنا لغاية الآن أخي عنان إذا أنا بدأ أرتب أفكاري حكينا عن النشأة التاريخية من 2005 والمناولات وحكينا عن المصورات وحكينا ما هو هذا البرنامج ورؤيته. الآن مرتكزاته المدرسة بيت الثاني للطفل. والشيء الآخر اللي أنا بديت فيه إنه التعليم مش مسؤولية جهة معينة، التعليم مسؤولية المجتمع كلياته. علشان هيك أنا جدا شكرتك في البداية على اللي أنت قاعد تكون فيه في إذاعة القرآن الكريم هو مبادرة وإسهام. أنا إذاعة القرآن الكريم عمال بقدم إشي تربوي. أنا إلي مسؤولية صح ولا لا؟ والتلفزيون إلي مسؤولية والنادي الرياضي والبلدية والمجتمع ومجلس أولياء الأمور كلياتنا مسؤولين عن الطفل، لأن الطفل فقط لا يعيش في المدرسة وإنما أيضا يعيش في كلنا شركاء في تربيته ونتعاون في تعليمه 100%. هناك أيضا مرتكزات أخرى أخي عنان، مثل أنه بنفكر إحنا، وطبعا هذا من الأخطاء، أنه بفوت الأستاذ على صف من الصفوف في 30 أو 40 طالب بيعطي الطلاب كلياتهم بنفس الرتم بنفس الطريقة وبنفس لا كل الأبحاث اللي اليوم اللي بتحكي عن الدايفرسيتي التنوع الاختلاف بتقول انه كل طالب له خصوصيته وتكوينه الفريد. انا بختلف عنك يا عنان، وعنان تختلف عن اخوك واخوك بيختلف عن ابنه وابنه بيختلف عن اخوه. هيك الدنيا وهيك الله خلق البشر. فيفترض اذا انا عرفت هذه الخاصية في الانسان وخاصية في الطالب ان يكون تعليمي ويكون تعلمه مبني على هذه الخاصية وهذه الخصوصية. فإحنا أيضا من خلال المبادرات اللي بنعملها من الشركات بنبين للناس إنه راعي خصوصية الطفل. المرتكز الثالث والأهم إنه لازم نصغي للأطفال، لازم نصغي للطلبين. بصيرش إني أنا أروح أعمل مبادرة للطلاب وللتعليم وأنا بحيد الطالب نهائيا. طيب هو الزبون الرئيسي إنه اللي هو الطالب صح؟ هو محور الاهتمام والعمل يعني في المسيرة كلها. يعني أنت حكيت في المنظور التربوي وأنا حكيت في منظور البزنس. الزبون الرئيسي لكل الطاقم وزارة التربية والتعليم اللي هو الطالب. صحيح. بيغيب الطالب يعني طلع في عطلة الصيفية المدارس والحر الكل واقف. ليه؟ فأنا في عندي واحد دائما حياة وإنعاش ألا وهو الطالب. طب بسواش هذا الطالب يعني أنا أسأله هو شو بده بلكي اللي أنا أعطيته إياه مش زي اللي هو بده إياه. اتخيل. فمرة من المرات يعني مدرس تربية فنية عماله بشكو من طالب كل الرسومات تبعاته داكنة باللون القاتم، الرسمة الأولى والثانية والثالثة. كان راح شكى للمدير إنه شو هالطالب. المدير زي ما إحنا بنعمل طبعا راح استشار المرشد والسيكولوجي والنفساوي وكل واحد هو قاعد على الطاولة عماله بحكم غيابي شو هذا الطالب. واحد بيقول أسرته، واحد بيقول نشأته. كان واحد من بينهم هيك فات زي أخوي عنان سألهم كلهم طب روح يسألوا الطالب شوفوا شو ماله. نادوا الطالب مالك أنت يا عمال رسماتك كلياتهم بالألوان القاتم. فقال لهم أنا قاعد آخر كرسي في الصف والأستاذ لما بوزع الألوان في كل مرة ما بتعرفش لا تقول الألوان. فتلعب كل نظرياتهم وكل توقعاتهم 100% بعيدة كل البعد عن السبب الحقيقي. فأنا بدي أقوله من خلال هذا المثل في عمان إنه يجب أن نرجع إلى الطالب. نشوف شو احتياجاته شو بده شو اللي بيلائمه شو اللي لا يلائمه. فمبادرة إلهام فلسطين وبرنامج إلهام فلسطين من مرتكزاته الإصغاء للأطفال حق وواجب، وعلى العكس لازم نحن نسمع لهم ونحن نشاركهم. فكان في الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وأيضا السادسة الطلاب هم فئة مستهدفة بيقدموا مبادرات. وإذا أنت بتتبع المبادرات اللي إحنا أو اللي برنامج إلهام بيعلنها بيكون دائما في هناك فرق طلابية مشاركة وفائزة. مثلا عندكم في نابلس بتجيب مثلا من نابلس نفسها بواحد من الدورات إنه الطلاب عمالهم المادة الوراثية في الأحياء في صعوبة في تعلمها من خلال التعليم التقليدي. فهم حالهم مجموعة من الطلاب راحوا اشتغلوا وظفوا الاي تي وعملوا برنامج وفيديو ميكر وكيف البرنامج ينعرض. فصار التعليم اسهل واسلس والمدارس الاخرى صارت تستفيد من هذا البرنامج. فهذا الكلام بغض النظر عن الجهد اللي قاموا فيه بس هو بمفهوم المبادرة
نعم. الطالب شعر بأنه أنا مش عارف أتعلم، بدي أعرف أتعلم. نعم نعم. فإحنا نعطي مجال لهذا الطالب بأنه يقدم جهد ويحسن البيئة التعليمية ويشارك لأنه المعلومة أو اللي بيستفسر عنها الطالب أو بيبحث عنها الطالب الإنسان بشكل عام هي اللي راح ترسخ أكثر من غيرها لو كانت يعني ربما لا يلقي لها بالا إذا ما كانتش جذابة طبعا وملفتة بأسلوبها والطريقة. سؤال أستاذ أحمد، يعني هذه التجارب والبرامج اللي عم تقدم كمبادرات وربما يعني تلفت انتباه برنامج إلهام فلسطين وتنال تقدير والاحترام ومراتب متقدمة، هل يتم تعميم هذه الأفكار على المدارس يعني لتجربتها والاستفادة من هذه الأفكار؟ أخي عنان، الإجابة السريعة أنه نعم. لكن الإجابة اللي أصعب أنه كيف، لأن بدي أقوله أنه مسألة التعميم والإشهار هي واحدة من محطات عمل إلهام. فاسمح لي إذا بدي أرتب الأفكار أقول ما يلي. العمل في إلهام، في برنامج إلهام، يعني إحنا أطلقت الدورة في شهر 9 السنة. نعم. بواحد 12 أو 2012 بدأ ينتهي التشريع. نعم. الآن من أول ما المبادر يودي المبادرة تبعته على الموقع الإلكتروني لغاية ما يقولوا عنان فاز على المستوى الوطني، في هناك مراحل وفي هناك محطات بتم العمل بموجبها أو من خلالها. نعم. المحطة الأولى اسمها محطة الترشح والترويج. نعم. واللي عادة بتكون على مدار شهرين أو 3 أشهر بالماكسيمم، اللي إحنا هسه موجودين فيها اللي هي شهر 9 و10 ولحد 1 و12. نعم. الآن ماذا يتم في هذا، في هذه الفترة أو في هذه الأشهر؟ يتم إنه برنامج إلهام فلسطين ووزارة التربية والتعليم تعمل على نشر ثقافة إلهام في ميدان التربويين. فبروحوا بزوروا المدارس وبيعملوا لقاءات مع المديرية، المديرية بتجمع مع كل المديرين، بتجمع مجموعات زمرية من المعلمين، بيوزعوا الكتيبات المنشورات، بيوزعوا آلية الترشح، بيجاوبوا على استفسارات الجمهور. هذا الكلام بيكون في نائب الجلسة الكريمة في الطوبات في كل المديريات، سواء كانت للوكالي وهي 3 أو سواء كانت للتربية والتعليم وهي 17. نعم. كل هذول المديريات بتم زيارتهم زيارة ميدانية من قبل طاقم الوزارة وطاقم إلهام فلسطين. نعم. بالإضافة إلى ذلك، أي نشرات، أي توضيحات بتم المراسلة من خلال الوزارة ومن خلال منسق إلهام في الوزارة أو والذي يتابع إلهام في الوزارة اللي هو هيئة مهنة تطوير التعليم. وأيضا أي لقاءات تلفزيونية على التلفزيون أو لقاءات على الراديو من شأنها توضيح ماهية إلهام نقوم بها. وهناك أيضا موقع لإلهام فلسطين اللي هو موقع فعال نشط في كل الأدب التربوي وفي كل الجديد لأنشطة إلهام فلسطين. نعم. أرجو من جميع الأخوة المستمعين إنهم يراجعوا هذا أو يطلعوا هذا الموقع على أساس أنهم يستزيدوا أكثر. نعم. مرحلة الترشح والترويج هي بنهايتها بيكون الطلبات موجودة وين؟ موجودة على قاعدة البيانات في برنامج إلهام فلسطين. فمثلا نعم. العام نهاية الفترة هاي كان موجود عندنا 1169 مبادرة انتهت. هذه هي المحطة الأولى أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة أنه بدك تبين الغثة من السنين. يعني لا يعقل أنه كل واحد قدم فكرة أنها تكون فكرة فعلا مجدية تستحق أن ترقى لأن تكون مبادرة. ومبادرة تستحق أن يتم تعميمها من كل الناس. هيك أساليب التدريس الإنجليزي لازم تكون، أو هيك لازم الصحة الشمولية المصرية تكون، لا لازم إن نعرضها على عين فاحصة، عين من الخبراء. هاي المحطة اسمها محطة التقييم. والتقييم في إلهام أو في برنامج إلهام بحد ذاته هو فرصة لتعلم حتى أخي عنان. يعني مثلا إحنا نعرف إنه في مبادرات موجودة في فلسطين كثيرة، مبادرات بتتم على مستوى الوطن العربي والناس اليوم كلها بتشتغل في التربية. نعم. في الأردن، في قطر، في 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 مصر، في أكثر من مبادرة. لكن بتلاحظ إنه تبدأ المبادرة وتنتهي وتعلن النتائج بدون لا الناس تكون هالقد عارفة شو البروسس، شو الآليات، شو المعايير اللي الناس اشتغلت فيها. اللي أنا بدي أقوله أن التقييم في برنامج إلهام فلسطين
هو مستند إلى أساس من النزاهة والشفافية العالية. ليش؟ لأنه أولا اللي حط المعايير لهذول المبادرات يا أخي مش أي حدا، بالعكس الناس اللي بتفهم في الصحة في البلد سواء بوزارة التربية والتعليم أو في مؤسسات أخرى هم اللي أجروا قالوا كيف بدنا نبين إنه المبادرة اللي في الصحة هاي معاييرها، واللي في أساليب التدريس جبنا الخبراء. وطبعا الخبراء كانوا من الجامعات ومن الوزارة ومن المؤسسات المجتمع المدني وكذلك كل المحاور. فأنت قاعد بتحكي عن معايير تم وضعها وضبطها من قبل خبراء. ثانيا إنه عملية التقييم أيضا بتتم بنوع من الوضوح والعلانية. فالخطوة الأولى في التقييم إنه نيجي نفلتروا هالألف أو هالألفين مبادرة، تعرف في ناس ناسين معلومات وناس مش معدين وناس وناس وناس، يسموها المراجعة الأولية فلترة. المحطة الثانية بيرجع المبادرات إلى أهلها، أهل طولكرم بأخذوا مبادراتهم، أهل نابلس بأخذوا مبادراتهم، والخليل والمنطقة التعليمية في نابلس في الوكالة بأخذوا مبادراتها، مشان هم ينظروا إلى مبادراتهم بشيء اسمه التقييم المحلي. بيجي بكرة المبادرة بيروحوا بيقعدوا مع المبادر بيزوروا فعلا على أرض الواقع. يعني عم نتحدث عن آلية تقييم يعني متطورة ومعاصرة بالنهاية تخدم صاحب الفكرة وتخدم البرنامج برمته. يعني في فكرة التقييم في إلهام أنا بعتبر إنها مبادرة يجب أن تحتضر. تخيل ليش؟ لأنه يعني مع احترام نحن التربويين يعني اشتغلنا في أكثر من مجال وفي أكثر من موضوع. الموضوع الضبط وربط مسألة التقييم في إلهام موضوع بحكمة ورعاية وعناية عالية. فالتقييم المحلي بيجو اللجنة اللي موجودة في المديرية هي اللي تمسك هالمبادرة. فأهل نابلس افترض في لهم 30 مبادرة، تيجي اللجنة تمسك ال 30 مبادرة بتقيمها تقييم مكتبي وبتزور بتزورها في الميدان. يمكن واحد أجي قال لك أنا عملت مبادرة بأني أخلي الغذاء في الكانتين أو في المقفص هو غذاء صحي بعيد عن الشيبس عن الكولا عن المصدنات، بدي أروح أشوف أنه فعلا على أرض الواقع عملوا ولا ما عملش، صح ولا لا؟ بجوز واحد يجيني بمنطقة البيت وهذا طبعا صار قال أنه في هناك مكرهة صحية كانت عند المدرسة بتجعل من التعليم يعني صعب، حولها إلى حديقة يلعب فيها الطلاب وبكروا فيها الطلاب بيجتمع فيها الأمهات والآباء، هذه مبادرة. فبسوا أنه يزور على الميدان. المحطة الأخيرة المحطة الأخيرة بعد التقييم المحلي يفرز مبادرات ويستثني مبادرات، تيجي المحطة النهائية وهي المحطة الأخيرة التقييم النهائي. التقييم النهائي بيكون في مشترك مجموعة من الخبراء، وأي واحد بده يشوف منهم من هذول الخبراء بيقدر يفتح الموقع الإلكتروني على أيقونة التقييم، يشوف من التربية والتعليم كلهم رموز وأعلام تربويين اللي استلم محور أساليب التدريس، ناس لهم علاقة في الوطن في أساليب التدريس، سواء من دير زيت أو من جامعة أبو ديس أو من وزارة التربية والتعليم والصحة كذلك والأمور الأخرى كذلك. بعد التقييم النهائي تفرز النتائج. قبل أن ندخل في النتائج أستاذ أحمد، خلينا يعني سمحت لنا معنا واحدة من التجارب أو المبادرات اللي قدموا في إلهام فلسطين الموسم الخامس عام 2014، معنا الفاضلة المعلمة مها أبو كشك من مدرسة نابلس الأساسية المختلطة منطقة نابلس التعليمية وكالة الغوث. السلام عليكم أخت مها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نتحدث، أنا شخصيا عنوان جذبني، تعلم الطلبة مسؤولية مشتركة. يعني إيش اللي ألهمك حتى تطلعي بهالمبادرة وتقدميها لإلهام فلسطين؟ الله يرضى عليك. المسمى الأول لمبادرتي هو المنهاج الداعم، دليل الآباء لتحسين تحصيل أبنائهم. لست وحدك، كلنا معك. باختصار تعلم الطلبة مسؤولية مشتركة، فالطالب عندما يريد أن يتعلم لا يتعلم لوحده، وخصوصا أن مبادرتي تتعلق بإعداد وجمع مادة تعليمية تناسب الطلبة ذوي التحصيل المتدني في أساسيات اللغة العربية. وهؤلاء يحتاجون إلى شراكة مع المعلم، يحتاجون إلى من يساعدهم، وكانت شراكتي مع أولياء الأمور. إذن برنامجك كان يستهدف أولياء الأمور بالدرجة الأولى؟
يستهدف الطلب ذوي التحصيل المتدني بالتعاون والشراكة مع أولياء الأمور. نعم نعم. طب يعني حسيت أخت مها إنه هيك فكرة بسوى أنها يعني تقدم لإلهام فلسطين وتعمم كأنموذج يعني يستفيد منه الزملاء والزميلات في المدارس؟ نعم. لأن كل طالب قادر على التعلم ما لم يكن هناك إعاقة عقلية، كل طالب يستطيع أن يتعلم. كل طالب له مشاكله الخاصة، فيجب أن نبحث عن هذه المشاكل. فهناك بعض الطلاب من يعانون من إعاقة سمعية أو إعاقة بصرية أو مشاكل نطق، فيجب أن يبحث المعلم عن هذه المشاكل ليعالج الطالب ويوجههم نحو المركز المناسب حتى يستطيعوا أن يتعلموا مثل أقرانهم وزملائهم من الطلاب. أيضا المنهاج العادي لا يناسب جميع الطلاب، فهو يقوم على طريقة اسمها طريقة توفيقية تجمع ما بين الكل والجزء، وليس كل طالب يستطيع أن يهضم هذه الطريقة. نعم. فالطالب بهذه الطريقة يقرأ الكلمة الجملة من خلال السورة، ويقرأ الكلمة من خلال السورة، ويقرأ الحرف من خلال السورة. فلا بد أن نعود إلى الجزء حتى يستطيع هذا الطالب الذي كان حصيلته في أساسيات اللغة العربية متدنية جدا، فلا بد أن نرجع إلى الجزء ونبدأ معه حسب ما تسمح به قدراته. نعم نعم تفضلي. هذا تقريبا صح، يعني أهم شيء من منطلقات المبادرة. نعم. طب لو نتحدث عن النتائج، الأثار، أثار المبادرة يعني في الفئة المستهدفة اللي هم الطلاب. الحمد لله رب العالمين إن مبادرتي كانت لها أثر كبير على الطلب المشاركين في هذه المبادرة، إذ أحدثت تغير بما نسبته 77% من الطلاب المشاركين، فأصبحوا قادرون على القراءة، على التهجئة، على فهم المقروء، على التعبير ولو بالرسم عما يقرؤون. نعم. فهذا يعني أعلى وأكثر مما أطلب. نعم. أيضا أحدثت حراكا في مجتمع المعلمات، يعني كان في تبني لهذا البرنامج وهذه الفكرة من الزميلات يعني في المدرسة. نعم نعم, نعم. وخصوصا معلمات التربية الابتدائية، أنا معلمة للغة العربية للصف الثالث الأساسي، فعندما وجدت زميلاتي ما أحدثت مبادرتي في نفوس الطلاب وفي قدراتهم على القراءة، تبنوا هذه الفكرة وتبنوا المنهاج الداعم. نعم. المنهاج الداعم كما قلت لك هو جمع وإعداد مادة تعليمية تناسب هذه الفئة من الطلاب. نعم. أيضا علاقة أولياء الأمور بالمدرسة زادت من علاقة الطلاب، عفوا أولياء الأمور بالمدرسة، تعاونهم. شعرت إنه أولياء الأمور أصبحوا يلمسون أثر المدرسة في حياة أبنائهم، حتى ولو لم يكن هذا التأثير الكبير في قدراتهم على القراءة، ولكن شعروا أن المدرسة تلعب دورا كبيرا في حياة أبنائهم. يعني أخت ما حققت الهدف، يعني تحسين بيئة تعليمية آمنة في 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 مكانك، في في خلينا نقول في الخندق اللي تتواجدي فيه، في الثغرة اللي تقف عليها. السؤال يعني حتى نكون منصفين، جرت العادة إنه يعني المعلم يحمل الجزء الأكبر كما يتداول الناس من مسألة التقصير في التعليم وتراجع المسيرة التعليمية. سؤال، هل بعد هذه المبادرة، هذا البرنامج، تقديمه لإلهام فلسطين وتنفيذه عرض الواقع وتبني الزميلات له، هل حصلت على تقدير من إدارة مدرستك، إدارة منطقتك، يعني القائمين على نعم. على مؤسستكم التعليمية؟ نعم نعم. أولا المديرة، أتقدم بالشكر الجزيل لمديرتي الفاضلة السيدة كفاح أمارة، هي شعرت ما أقوم به من عمل، وهي التي شجعتني على رفع مبادرتي إلى إلهام فلسطين، فأنا أقوم بهذا العمل صدقني من يوم أن تخرجت من كلية العلوم. يعني أنا إلي يمكن 30 سنة في الخدمة ما شاء الله، وأنا أقوم بهذا العمل. هي لمست لما هذا العمل من أثر إيجابي، فشجعتني على أن أرفع مبادرتي إلى إلهام فلسطين وأن تخرج خارج أسوار المدرسة حتى يستفيد منها أكبر عدد من التربويين. نعم نعم. أيضا زميلاتي المعلمات عندما احتضنوا المبادرة وقاموا باستخدامها وتشغيلها على طلابهم، أيضا المختصين التربويين أن جزاهم الله خيرا، يعني كانوا رائعين في تبني الفكرة وفي طرح بعض
الأفكار عندهم. أيضا إلهام فلسطين لها كل الشكر وأنتم لكم كل الشكر. الله يبارك فيك يا رب. يعني نتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح والأفكار الإبداعية التي يعني تخدم مسيرة التربية والتعليم وتعين الزملاء والزميلات يعني وترفع من مستوى الطلاب والطالبات. شكرا جزيلا لك أخت مها. إذا سمحت لي بس يعني بكلمة صغيرة. تفضلي. أن المعلم يستطيع أن يجعل من الطالب عملاقا ويستطيع أن يقدم الطالب. صحيح. سيارات كلنا نتعاون من أجل أن نجعل طلابنا عمالقة ولا نعمل على تقسيمهم. يا ريت الأولياء الأمور حتى لو كان أميا يقوم بعمل شراكة مع المدرسة. نعم الحاجة أم الاختراع، وإذا نعم. يعني صدق العزم وضح السبيل كما يقال، يعني إن شاء الله يجدوا الطريقة والسبيل اللي يناسب إنهم يعينوا أبنائهم في مسيرة التعلم والتعليم. نعم تفضلي. شكرا شكرا لك أخت مها، شكرا جزيلا على هذه المداخلة ونتمنى لك المزيد من التوفيق ولكل المعلمين والمعلمات. أستاذ أحمد، يعني في هناك سؤال سريع يمكن الإجابة عليه أيضا سريعة بخصوص إلهام فلسطين، والهدف منها هي مبادرة تربوية تسعى لتحسين البيئة التعليمية الآمنة في فلسطين. من فترة تم تشكيل لجنة لإصلاح التعليم، اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم يعني بقيادة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء. هل لإلهام فلسطين أو لكم مقعد في هذه اللجنة؟ هو الإجابة السريعة كمؤسسة لا. يعني بهالأفكار وهالهمة العالية يعني. نعم. لكن أنا بدي أقوله إنه الفكر والروح والنهج التي تقوم به إلهام فلسطين هو صار أساس جزء من شراكة تقوم بها وزارة التربية والتعليم. نعم. والبنود الشراكة عندما وقعت بين الطرفين هي يعني بموافقة الطرفين. اللي أنا بدي أقوله هو تحصيل حاصل أن روح إلهام ونهجها حاضر في أي إصلاح تقوم به الوزارة في عمان. نعم نعم. أستاذ أحمد، يعني ربما استمعت معنا للمعلمة الفاضلة الأخت مها، يعني يعني من يستمع إليها بتمعن يعني يلمس التحمس والحماس الزائد والفرحة والابتهاج مجرد أن كانت صاحبة فكرة إبداعية، سواء كانت عفوا كان هناك برنامج إلهام فلسطين أو غير برنامج إلهام فلسطين أو أي فكرة أو مشروع يتبنى هذه الأفكار والبرامج الإبداعية. يعني هل من آليات لتحفيز باقي المعلمين والمعلمات حتى يبادروا بأفكار وبرامج إبداعية ويكونوا متحمسين جدا لمهنة التعليم؟ 100%. واحد من المبادئ الرئيسة الإلهام اللي هو التعزيز والإشهار والتقدير للمعلم، هو حقيقة لأنه إحنا الوضع عنا شوي كوزارة التربية والتعليم ماديا ما بنقدر نحفز جمهور المعلمين الكبار، فياريت أن هاي المؤسسات زي إلهام فلسطين أنها تكون يعني واحدة من النماذج التي تعزز وتقدر. نعم. والتقدير هون بفقد أكثر من شكل أخي عنان. نعم. هو تقدير معنوي وتقدير مادي وتقدير من خلال القانون وتقدير من خلال التحفيز. الآن لما إحنا قيمنا بالشكل النهائي وفرزت النتائج وهي المحطة الثانية، بيجي شيء اسمه الاحتفاء والاحتفال بشيء اسمه احتفالية إلهام فلسطين. نعم. يتم بها تكريم الناس اللي أخذوا مبادرين على مستوى الوطن. مبادرين على مستوى الوطن. نعم. فتخيل كيف إحنا بدينا بالرقم بالآلاف بالمئات بالأخير بنطلع بآخر شيء لأربعين أو لخمسين بالماكسيمم. هذول استحقت مبادراتهم أن تكون ملهمة على مستوى الوطن. نعم. وبتم تقديرهم باحتفال رسمي مهيب بيحضروا وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء برعايته وبمشاركته أيضا. نعم نعم. وبتم دعوة كل المؤسسات التربوية في الوطن والشركاء في الخارج بحضور هذا الاحتفال. فتخيل أخي أنه معلم موجود في مدرسة بخربة ولا بقرية مرة واحدة يشوف هذا الاحتفاء والاحترام والتقدير. نعم. لكل الناس اللي موجودين في البلد أو مهتمين في التعليم في البلد، وبيكون هذا واحد من المحطات اللي احنا بنقول فيها شكرا ايها المعلم. بالاضافه انه في هناك مكافاه ماديه قد تكون رمزيه، لكن هي
معينة نوعا ما بحيث أنه هذا الجهد اللي أنت تعبت نعم. عليه وخسرت عليه وقد تكون خسرت عليه مادية ثانا نعم يعني يكون في في مكافأة مادية نعم. في مكافأة مادية وأيضا بيكون اسمه موجود في كتاب حصاد إلهام فلسطيني هو وصورته ومبادرته بيكون اسمه ومبادرته موجود على الموقع الإلكتروني بحيث أنه أي واحد في العالم بيقدر يرجع إلى الموقع والجدير بالذكر أنه موقع إلهام فلسطين هو موقع باللغة العربية وموقع باللغة الإنجليزية نعم يعني جميل. ذاك المبادرة اللي كانت فيها ستنتشر مها أبو كشك بتلاقيها موجودة في اللغة العربية وتلاقيها موجودة نعم. في اللغة الإنجليزية نعم. بجوز تلاقي زميل إلها في المغرب ولا في الجزائر عملت زيها لأنها هي ألهمتها وهذا جميل. هو مفهوم الإلهام جميل جميل لكن التعميم أخي أنا اسمح لي أوقف بهذه المحطة هذه كلها جهود علشان إحنا نعمم الفكرة ونقدر المعلم نعم. لكن أهم شيء في التعميم والتجذير أنه يكون هناك ضمن النظام الرسمي بحيث أنه هذه المبادرات اللي فازت تقوم وزارة التربية والتعليم بتبنيها نعم هذا هو يمكن التكريم والتقدير الأكثر أثر يعني والأبلغ أثر في نفوس المعلمين يعني أنا لا أعتقد بأنه يعني معظم المبادرين والمشاركين وأنا يعني هو إشارة جميلة أنك تتحدث عن آلاف الأفكار التي تتقدم خلال المواسم طبعا كبرامج متراكمة لكن لا أعتقد بأنه كل صاحب فكرة إبداعية هو يعني كان ينتظر تكريمه أو أن يحصل على السمعة لا شك أنه هو كان مخلص لمهنته مخلص لمدرسته لوطنه فهو يعني شيء جميل أن يكرم ويقدر اسمح لي أستاذ أحمد أن يعني سريعا أيضا في عجالة المعنى الأخت ميار أبو هلال من العزرية هي طالبة في التوجيه أعتقد هي واحدة ممن شارك في إلهام فلسطين يعني والمعلومات أن أيضا والدتها كانت ممن شارك في إلهام فلسطين سابقا وفازت كذلك يعني فوز بالوراثة السلام عليكم أخت ميار يعني أخت ميار الموضوع ربما يبدو غريبا طالبة في المدرسة تجد حل لمشكلة الخطورة التي يتعرض لها عمال تنظيف العمارات الشاهقة من الخارج يعني مجرد أن نلتفت إلى أشخاص ربما خارج إطار حياتنا وواقعنا كطلاب أو كمعلمين أو هذا الشيء جميل بحد ذاته أنا أحييك وأحيي كل من دعمك وساندك طبعا حاولت أن تجد حل بتصميم جهاز تنظيف الزجاج أوتوماتيكيا يعني بعجالة لو تحدثت عن مشروعك أخت ميار هلا مشروع انه بيكون نموذج لهي العمارة احنا عشان ننقذ حياة العمال ما يصير لهم خطر او اصابة وهم بنظفوا هم بيقوموا بعملهم بمهنتهم الطبيعية فبلاش يصير لهم اصابات حفاظا على حياتهم اذا هذا الجهاز يحل هاي المشكلة فهو انه بدون الحاجة للعمال بيعمل على التنظيف بشكل اوتوماتيكي فالشيء هذا بحافظ على ارواحهم نعم نعم يعني الفكرة كيف تبلورت في 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 مخيلتك ومن ساعدك عليها ومن دعمك وهل من 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 ناس مثلا قالت ايش بدك بهالوجع الراس يعني هلا بداية اجتني الفكرة من برنامج وثائقي كنت اتفرج عليه فشفت المعاناة اللي بيعانوها العمال هم بيقوموا بهذا العمل هم بنظفوا بالعمارات نعم. فخطرت لي هاي الفكرة انه ليش ما نعمل شيء يساعدهم او يحل هاي المشكلة فكان عندي عيلتي الحمد لله انهم كثير داعمين لي وما حكوا لي بدك وجع راس لانه احنا في العائلة انه بنهتم بهالاشياء جميل. مش بس نهتم بالتعليم التلقيني اللي بنحصل عليه في المدرسة بل انه ممكن احنا نتعلم بطرق تانية اللي هي الطرق العملية ونشارك فيها مسابقات لمنهجية وهذا كان مبادرتي في إلهام فلسطين نعم. انه التعلم من خلال المشروع انه نعمل مشاريع ونتعلم من خلالها ممكن الطالب يكتسب من خلال هاي التجربة معارف وخبرات احسن من كتاب التكنولوجيا او كتاب العلوم اللي هو بدرسه جميل جميل فهاي الفكرة هاي فكرة المبادرة إلهام فلسطين طبعا المعلمين هم بدعموا والمدرسة نفسها بتدعم وأكثر إشي كان دعم الأهل بالنسبة نعم إلينا نعم. هل تم تنفيذ هذا التصميم وتجربة الجهاز؟ هلا أنا عملت له نموذج يعني نموذج شغال وفعال بس لسه ما تم تبنيه من جهاز ثاني أنا تبنيه وطبقه عمليا بس في له
نموذج مشتمل هذا النموذج. وإحنا إن شاء الله من هذا المنبر يعني ندعو أي جهة معنية في هذه الأمور إنها تساعد وتتبنى فكرتك هذه ويتم تنفيذه على أرض الواقع وتجربه، حتى يعني نكون أصحاب أفكار إبداعية ملموسة على أرض الواقع ونري العالم أجمع بأنه قادرون على فعل أي شيء. يعني أنا بحييك يا أخت ميار وأتمنى لك المزيد من التوفيق والأفكار الإبداعية. شكرا، شكرا لك ولهذا الاتصال. أستاذ أحمد، يعني أجمل وأبرز ما نلمسه في فكرة إلهام فلسطين هو السعي لخدمة الإنسان. يعني هذه بحد ذاتها إذا نمت في 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 عقول المعلمين والمعلمات أبنائنا الطلبة، يعني أعتقد إنه إحنا إن شاء الله في المسار الصحيح. يا رب. يعني أنا كنت مستمتع بالأعمال بسمع لميار، والجدير بالذكر إنه ميار مش بس مبادرة، ميار من الطواقم الطلابية الشبابية اللي أيضا اهتمت فيهم مؤسسة إلهام فلسطين وقامت على تقييم مبادرات. فتخيل أن كل فريق للتقييم على مستوى المركز بحكي كان موجود فيه شاب من الشباب. ليش؟ لأنه أنت بتحكي عن مبادرة إلها علاقة بالطلاب، فبالتالي بدك رأي الطلاب. تخيل. فميار كانت واحدة من المقيمين، على جنب بتلاقي مدير عام أو وكيل مساعد في وزارة، وعلى جنبها اليسار موجود دكتور أو بروفيسور في التربية في أحد الجامعات. فهي خاضت تجربة رائعة جدا، وإنها من قبلها أعتقد نضال أيضا كانت مقدمة مبادرة في عام 2010 اللي هي عن كيف أن الطالبات هن يديرن المدرسة سواء بأثناء الطابور الصباحي أو بالفسحة، بحيث أن الطالب يضبط نفسه بنفسه بدون يكون في هناك مناوب مدرسي أو إلى آخره. فأنا قاعد بحكي لك عن جملة واسعة من الأفكار التنويرية اللي إحنا نقدر ننميها ونرعاها بحيث أنها تسود كل فلسطين وكلهم كل فلسطين. نعم. أنت ركزت على شيء مهم، أنه مسألة التعميم أكثر شيء بتكون الجدوى تبعتها إذا تبنيها النظام الرسمي. نعم. نعم. فإحنا التعميم بمبادرات إلهام فلسطين حقيقة أولا من حيث الجوائز التزمت رئاسة الوزراء سواء زمن دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أو زمن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، بأنه في هناك جزء من الجوائز لإلهام فلسطين تقدم من رئاسة الوزراء. هم اللي باعوا كاش ماني من رئاسة الوزراء وبحضور رئيس الوزراء. ليش؟ لأنه هم مؤمنوا في أنه إلهام فلسطين بهذا البرنامج تسعى إلى تطوير البيئة التعليمية، وهذا مهم. نعم. والشيء الآخر بأنه معالي وزيرة التربية والتعليم الدكتور الأستاذ الأميس العالمي عملت لجنة اسمها لجنة إدماج مبادرات إلهام في النظام التعليمي. نعم. وكان أعضاء هذه اللجنة كل المدراء العامين في الإدارات العامة ذات العلاقة، سواء في الصحة أو في الإشراف أو في التدريب أو إدارة المعلمين أو الميدان، كل هذول كانوا في لجنة. دور هذه اللجنة إنه كيف هذه المبادرات اللي فازت يتم تعميمها على باقي مدارس الوطن بحيث أنها تكون نموذجا يحتذى به أمام الآخرين. طيب، يعني احنا للتذكير استاذ احمد بخصوص مبادره الطالبه ميار ابو هلال، هي بعنوان التعلم بالمشروع لاعداد مبدعي القرن 21. يعني استاذ احمد في دقيقه ماذا تقول عبر منبر اذاعه القران الكريم من خلال برنامج مدارسنا؟ يعني انا اللي بدي اقول في 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 في, في اخر لحظه بانه انا تجربتي مع هذه المؤسسه اعطاني افق بانه لسه الدنيا بخير، وان لدينا من الكفاءات والقدرات ولدينا من العقول ولدينا من المبادرين ولدينا من الناس اللي انتمائهم جدا عالي الى المهنه والوظيفه والوطن، ولديهم شغف عالي بانه هم يحسنوا بيئتهم التعليميه منهم لحالهم. وتماما يا اخي، هم هذول لما بادروا لا تطلعوا بدهم ياخذوا $1,000 ولا $2,000 من هاي المؤسسة أو مؤسسة تلك. وإنما كان وازعهم دينهم وضميرهم الداخلي اللي دفعهم إنهم يحسنوا البيئة التعليمية اللي لهم. فعلشان هيك كان حري بإلهام فلسطين كبرنامج إنها تأخذ بإيدين هؤلاء الناس وتمشي معهم وتكمل المسيرة في تحسين جودة التعليم في فلسطين. بتأمل أنه بعد تراكم عدد دورات يصبح برنامج إلهام فلسطين نهجا تربويا
تنتهجه مدارسنا، تنتهجه وزارة التربية والتعليم، لأنه هذا من شأنه في النهاية إن شاء الله تحسين جودة التعليم إن شاء الله. يعني ولن أزيد على ما قلت من توصيف جميل أستاذ أحمد عمار المحاضر الأكاديمي في جامعة فلسطين التقنية والمستشار التربوي لبرنامج إلهام فلسطين ومن المؤسسين الفكرة والبرنامج، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، وأضم صوتي أيضا إلى صوتك وأقف بجوارك إن شاء الله ومع كل من يساند المسيرة التعليمية ويسعى لدعم المبدعين في هذا البلد وفي كل القطاعات. أعزائي المستمعين، أشكر لكم حسن استماعكم واهتمامكم وتواصلكم، على أمل لقاء بكم وأنتم في أحسن حال. يعني هي الحلقة الأخيرة، لن نقول في حلقة جديدة من برنامج مدارسنا، إلى أن نلتقي في برامج أخرى من إذاعة القرآن الكريم بنابلس، أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن، اقرأ واعلم فبذا تسلم، أول قول في القرآن، اقرأ وافهم فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، واجعل العلم عباده يجعل أهل العلم السادة، واجعل العلم عباده يجعل أهل العلم السادة، قم من مهدك طالب علم، قم من مهدك طالب علم، واسأل دوما منه زيادة. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، فلكي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماحي، فلكي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماحي، اقبل عنها لا تتمهل، اقبل عنها لا تتمهل، اقبل في ليل وصباح. قل يا ربي زدني علما، زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، وصلاتي تهدى للهادي، أمين ذي علم بادي.